السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا عن طريقة لفتح المواقع المحبوبة والمواقع اللي ما بتفتحش عندك وبتفتح عند كل الناس أو معظم الناس. حل بسيط جدا، ممكن كمان تقدر تستبدل بيه الحل اللي احنا كنا شرحناه في فيديو قبل كده، هسيبه لك في الديسكريبشن عشان لو الحل اللي احنا قلناه دلوقتي ده ما ينفعش معاك بس هينفع معاك 100%، تمام؟ تقدر تجرب الحل التاني، تمام؟ طيب هي الموضوع ايه ببساطة؟ الموضوع ان احنا هنعمل حاجة اسمها تغيير الدي ان اس. الكلام ده كله هنشرحه بالتفصيل جوه الفيديو، ولكن انا بلخص لكم الدنيا في المقدمة. هنغير الدي ان اس بتاعتنا اللي بيشوفها الانترنت بتاعنا او كارت الواي فاي بتاعنا، تمام؟ فمن خلال تغيير الدي ان اس ده هنقدر ان احنا نوصل لكل المواقع المحبوبة والمقفولة واللي ما بتفتحش عندنا. بدون رغي كتير يلا بينا نبدا الفيديو بسرعة. رجعت لكم مرة تانية، وزي ما احنا قلنا في بداية الفيديو او مقدمة الفيديو ان احنا هنغير الدي ان اس بتاعنا الرسمي اللي بتدهونا شركة تي داتا. حتى لو انت برضو عندك بتستخدم الدي ان اس اللي انا شرحته قبل كده في فيديو قبل كده اللي هو الدي ان اس الخاص بجوجل، تقدر برضو لو هو مش بيفتح لك بعض المواقع، تمام، تقدر ان انت تجرب الدي ان اس ده، لان هو انا لقيت ان هو في حاجات ما بيفتحهاش جوجل برضو بتبقى حجباها، تمام، عنك، ولكن الدي ان اس بتاع النهارده دون بيقدر يفتحها بدون اي مشاكل. طيب ايه هو دي ان اس؟ الدي ان اس بكل بساطه هو عباره عن اختصار لكلمه دومين نيم سيستم. طيب يا باش مهندس بيعمل ايه اصلا الدومين نيم سيستم دون؟ ده كل وظيفته ان احنا عارفين اصلا ان الكمبيوترات او المواقع اللي احنا بنأكسسها دي، انا المواقع اللي احنا بنأكسسها مثلا فيسبوك، الفيسبوك دون اصلا انت بتقدر توصل له عن طريق IP address، تمام؟ الاي بي ادرس دون مش هتقدر تحفظه لان هو بيبقى ارقام، وارقام يعني مش ثابته، مش سهله الحفظ، يعني 1.1.3.7.1، تمام، بهذا الشكل، تمام. وجوجل نفس الكلام، جوجل اصلا عشان توصل له عن طريق اي بي ادرس، الاي بي ادرس دون انت مش هتقدر تحفظه. فهم قال لك احنا نعمل ايه؟ نعمل دومينز ودومين نيم سيستم. الدومينز دي يعني اللي هي اسماء المواقع، يبقى يقدر مثلا يعمل اسم موقع دوت كوم مثلا، موقع دوت نت، موقع دوت ايو مثلا، موقع دوت اي حاجه، تمام، بحيث ان الاسم ده يبقى سهل على المستخدم ان هو يفتكره، فيسبوك دوت كوم، جوجل دوت كوم، تمام. وفي نفس الوقت في حاجه اسمها دومين نيم سيستم، دي اللي بتفك بقى، لان اصلا كلمه فيسبوك دوت كوم دي مالهاش وجود، ده مجرد اسم. الاسم دوت بيتفك بيوديك على على الاي بي ادرس اللي انت تقدر توصل بيه للفيسبوك، تمام. ده الموضوع بكل بساطه. فالدي ان اس دون حاجه بتقدمها لك مزوده الخدمه اللي تديك الانترنت بتاعك، يعني مثلا لو انا وي هي اللي بتديك الدي ان اس بتاعها، فبتستخدم بقى دي ان اس مثلا جوجل او دي ان اس اي حاجه ثانيه، بس طبعا هي ما بتستخدمش دي ان اس جوجل، هي بتستخدم دي ان اس خاص بيها، تمام، عشان تقدر تحجب مواقع عنك ما تعرفش تفتحها. فانت كل اللي انت بتعمله ان انت بتوفر رايت او بتعيد كتابة على الدي ان اس اللي ان الشركة بتديهولك اصلا، وبتحط دي ان اس تاني بيخليك تقدر تفتح كل موقع انت عايز تفتحه. فدي ان اس احنا شرحناه قبل كده، الدي ان اس الخاص بجوجل، تمام. فالنهاردة هنشرح الدي ان اس الخاص بكلاود فلير، واقول لكم ليه دلوقتي. زي ما احنا شايفين الدي ان اس بتاع كلاود فلير بيقولك ان هو السبيد بتاعته، طبعا احنا قلنا ان يعني الدي ان اس ده بيفك الدومين اللي انت بتكتبه له دون، يحوله لك الاي بي ادرس عشان تقدر تاكسسه وانت ما بتاخدش بالك. الكلام ده في البراوزر، يعني الكلام ده بيتم في البراوزر من ورا، تمام، ما تقدرش تاخد بالك منه. طيب ايه ميزات كلاود فلير؟ ما احنا نستخدم جوجل، في حاجه تقدر تقهر جوجل؟ هي مبدئيا كده كلاود فلير دي شركه كبيره جدا خاصه بالانترنت من زمان قوي يعني، تمام، وبتقدم بقى يعني خدمات تشفير وخدمات استضافه وحاجات كتير جدا، وبتعمل حاجات كتير جدا ببلاش، تقدر تعمل عليها موقع ببلاش، ممكن نبقى نعمل فيديو عنه. ولكن تمام هو بيقول لك بقى ان الميزه اللي بتميز الكلاود فلير دوت ان هو اسرع من الجوجل دي ان اس اللي احنا شرحناه في الفيديو قبل كده، يعني تقريبا بكام في الميه؟ 14 ملي ثانيه، من 34 ملي ثانيه، ده رقم كبير جدا، تقريبا التلت، يعني هو اسرع منه بكتير جدا، واسرع من السيسكو اوبن دي ان اس. سيسكو دي طبعا اللي بتعمل راوترات كبيره جدا عالميه، بس طبعا هي راوتراتها غاليه فاحنا ما بنشتريهاش هنا في الوطن العربي، تمام،
والافرج اي اس بي اللي هي ده اللي هو مزود الخدمه اللي تديهولك الدي ان اس بتاعه بيقول لك اسرع منه بص قد ايه. يعني انت اسم 14 على 70 يطلع رقم ضخم جدا، نسبه ضخمه جدا. فالدي ان اس بتاعك فير سريع جدا، طريقه تسطيبه على الكمبيوتر سهل جدا. انا دلوقتي هشرح لك ازاي تسطبه على الكمبيوتر. كل اللي انت محتاجه ان انت هننزل بس هنا كده تمام عشان تشوفه معايا، هندوس على كلمه ايه على الحته بتاعه الواي فاي او بتاعه الانترنت عموما، وندوس على كليك يمين واوبن نتورك اند انترنت سيتنجز. هيفتح لك الصفحه بتاعه السيتنجز، وهتيجي يا باشمهندس تدوس على كلمه واي فاي اللي هنا دي، وبعد كده يا باشمهندس هتختار على تشينج ادابتور سيتنجز تمام يا باشمهندس، وهتيجي يطلع لك الحاجات بتاعتك هنا. انا طبعا عندي كارت الواي فاي اهي، دي حاجات كلها بستخدمها يعني ايه، ده كارت اللان ما بستخدموش دلوقتي طبعا عذرا بقى الجو حر جدا النهارده. طيب فانت هتدوس كليك يمين على الواي فاي بقى او الكارت اللي شغال، انت مشغل عليه الانترنت اكيد انت عارف ايه اللي انت مشغل عليه الانترنت. هتدوس عليه بروبرتيز تمام، وهتختار بقى ايه يا باشمهندس، هتيجي تدور هنا على اي بي بروتوكول فيرجن 4 اللي هي اي بي في 4 دي تمام. بص انا حاطط الدي ان اس بتاع جوجل تمام اللي هو 480، شرحنا في فيديو قبل كده 8214. طيب عشان تحط الدي ان اس بتاع كلاود فلير هو عباره عن اربع وحايد، ده اللي هو البرايمري الاولاني، وتاني واحد اللي هو السكندري اللي هو 1001. مع كده بتدوس اوكي وتدوس اوكي تاني وبس كده، هتلاقي الانترنت معاك. ممكن عندك على حسب الكارت ممكن يراستر ممكن ما يراسترش يعني. وانت دلوقتي مثلا لو كتبت اي موقع جوجل هيفتح معاك عادي جدا، وهتلاقيه سريع جدا اسرع من جوجل كمان تمام. طيب فانت هنا من خلال الدي ان اس اللي انت نزلته دلوقتي ده تقدر تفتح بيه كل المواقع اللي حجبتها عنك مزودة الخدمة، سواء بقى اورنج او سواء المصرية للاتصالات او سواء اي شركة تانية تمام. طبعا احنا هنعمل فيديو تاني خاص بازاي تعدل الدي ان اس دي عن طريق الراوتر عشان تخليها عامة بقى على كل الاجهزة بتستخدم الراوتر، وعن طريق الموبايل بتاعك اندرويد او اي او اس ازاي تقدر تعدل الدي ان اس اوفررايد عليها عشان تقدر تاكسس المواقع كلها تمام. وكمان هقول لكم طريقة قوية جدا في ان انت تسرع عندك الانترنت لو في موقع بقى مش عايز يفتح خالص بعد ما جربت كل الطرق دي. ان شاء الله يكون في فيديو جديد لشرح هذه الطرق كلها. طيب واحد يقول لي يا باشمهندس طب انت ليه عملت كده من عن طريق الكمبيوتر، يعني ليه عملت الموضوع ده عن طريق الكمبيوتر من الاول؟ هقول لك ليه. هقول لك لان الطريقة اللي احنا عملناها دلوقتي دي عن طريق الكمبيوتر دي طريقة بتمكنك تغير الدي ان اس حتى لو الراوتر نفسه حاطط دي ان اس تاني. يعني انا دلوقتي الراوتر عندي بيكونكت على الدي ان اس بتاع مصرية الاتصالات ما غيرتوش، ولكن انا خليت الكمبيوتر بتاعي كونكت على دي ان اس تانيه. ده بيمكنك لايه او يعني ايه المميزات اللي فيه؟ المميزات اللي فيه ان انت يا باشمهندس لما هتيجي تكون مثلا قاعد بره عن في واي فاي بره مالكش اكسس عليه، ما تعرفش توصل له تمام، ما تعرفش تعدل فيه. الطريقه دي عن طريق اللابتوب بتاعك عن طريق الموبايل تخليك توفررايت الدي ان اس وتريح دماغك خالص تمام. هو بقى عامله جوجل، عامله تي دات، عامله اللي هو عامله. المهم ان انت وانت بتاكسس من الجهاز اللي انت غيرت عليه الدي ان اس دوت هتستخدم الدي ان اس اللي انت حطيته. فهي ميزه الطريقه دي ان هي مالهاش علاقه خالص بالراوتر. اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم المعلومات بشكل يعني مفهوم وبسيط وسهل تمام. وما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، ما تنسوش تشاروا الفيديو مع اصحابكم لو عجبكم عشان يستفيدوا منه هم كمان، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. اشوفكم بفيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.